ثلاثة جنبه. حتى ثلاثة. أيوه. رقم اثنين ثلاثة. ثلاثة. ماشي؟ نعم. أوكي. رقم ثلاثة اثنين. رقم أربعة اثنين. ثلاثة اثنين، أربعة اثنين. أيوه. خمسة ثلاثة. خمسة ثلاثة. ستة ثلاثة. ستة ثلاثة. سبعة واحد. سبعة واحد. ثمانية اثنين. ثمانية اثنين. تسعة أربعة. تسعة أربعة. عشرة اثنين. عشرة اثنين. ثلاثة. اثناشر زيرو صفر. ثلاثاشر صفر. ثلاثاشر صفر. أربعتاشر واحد. خمستاشر اثنين. ستاشر ثلاثة. سبعتاشر صفر. ثمانتاشر واحد. تسعتاشر واحد. عشرين ثلاثة. واحد وعشرين اثنين. اثنين وعشرين واحد. ثلاثة وعشرين اثنين. أربعة وعشرين اثنين. أربعة وعشرين ثلاثة. أربعة وعشرين اثنين. لا ثلاثة. أربعة وعشرين ثلاثة. لما بدأت أتكلم المفروض أتكلم بوضوح وببطء عشان أتأكد إن الرسالة واصلة. أنا بس عملت كده صغيرة بس. أسرعت شوية بس شوف اللخبطة حصلت دي. وبعدين نروح لبعض. هو قال كام؟ هو قال كام؟ هو قال كام؟ تصوروا في الإيه؟ تطلع في المعبر. 24 ثلاثة يا اخي الكريم. شفت. I missed the number one. هو قصد علشان خاطر شفت كم وقت راح على الاقل دقيقة ونص راحت في الموضوع ايه؟ شفت المدرس اصلح شوية. ثلاثة 22 واحد. طب مالك 22 واحد مظبوطة؟ خلاص خلصنا الحمد لله. خلصتوا؟ يعني مش محتاجة بتساعدتي؟ لو كنا بنعيط دلوقتي لا مش محتاجة. طيب الحمد لله. فيبدو ان هي رقم تسعة دي يعني مهمة. انا ما اعرفش رقم تسعة ايه هشوفه دلوقتي. رقم تسعة مهمة يعني اي واحد اي رقم اكثر من ثلاثة واكثر من هذه المفروض ايه؟ نناقشه يعني. فدي نناقشه وهنا نناقش دي برضه. نناقش دي. اثنين هم كلهم مهمين بس دول اكثر اهميه بالنسبه لي يعني. 19 مهمه و 16 مهمه و 20 مهمه و 24 مهمه. ماشي هنشوف هنشوف دول بشكلهم مين. احنا دكتور محمد احنا المجموعه هنا يعني ادركت اهميه رقم واحد. أيوة. ولكن اعتقدنا ان رقم اثنين بتغطي رقم واحد. لا رقم واحد حتى نقول انا سؤال نسيت. يعني رقم اثنين تغطي رقم واحد. أيوة. عشان كده اخترنا رقم اثنين بحيث ان هي تغطي الاثنين. صح. مور كومبرينسيف. صح. وبرده المجموعه الاخرانيه اللي هي اتفقنا اللي هي كانت من 20 ل 24. أيوة. وجدنا ان هم كلهم يعني ريليتد لبعض يعني ف 24؟ اه أيوة. لكن حضرتك اعتذرتني احنا هنختار واحده فاخترنا. أيوة. رقم 21 ولكن وجدنا ان هم كلهم مهمين وكلهم يعني ممكن يندمجوا في تحت المجموعه دي. انتجت حاجتين. انتجت رقم احصائي مهم بس اكبر انتجت تفكير يعني كرييتيف يعني يسموه كده بالعربي خلاق يعني تفكير خلاق يعني. فهل هي ايه؟ هنعمل تجميع مفردات يعني ممكن ملاحظه مهمه جدا ممكن نجمع الايه المفردات دي الى ايه الى مجموعه كامله يعني. سموها ايه المجموعه دي لو انتم من 20 24 هتسموها ايه؟ وسائل التعليم. هنا وسائل. وبعد ما تكتب وسائل ممكن تكتب وسائل كده طرق مثلا بحسب المنحه مدرسين بيعملوا كده لما الواحد المفروض يكتبها ايه؟ كويسة تحس ان هو دي يشوفوها. وبعدين كم تلخبطش وتكتب ما تلخبطش ليه؟ النسخ والرقعة وتخلص على بعض يعني. تكتب نسخ تكتب نسخ رقعة تكتب ايه؟ تكتب رقعة. فدي وسائل تعليم. خدي بالكم من الحته دي. وي اجد ابونا. ناس حكايه برضه؟ كله. طيب فهم جمعوا دي الى مجموعه كبيره وسائل ايه؟ تعليم وهي مهمه جدا.
بس هل انتوا جمعتوا الباقي كله المجموعات برضه ولا دي بس؟ يا في واحد اللي يا جماعة كل كلمة بيقولها الدكتور محمد فهي فعلا يعني كأنه بيدرس فصل واحنا التلاميذ، فكل كلمة لها it's not personalized it's more يعني بيورينا ازاي فعلا الموديل بتاع التدريس. لا بالنسبة لي بقى صراحة ضغط طاري هو مخيم معايا بقى اسبوع فمجنني يعني الحمد لله. فدي اللي هي طيب في حد تاني عنده تعليقات عامة قبل ما ندخل في التفاصيل؟ ده التعليق اللي جه من الدكتور عندكم تعليق بالنسبة للمجموعة دي بتاعتكم؟ هو احنا كنا شفنا ان معظم الاشياء دي ممكن في الجامعه كلها بتتسمى تحت مسمات زي وسائل التعليم كده وسائل التعليم كلها. نعم. طب ممكن تقول لي هي ايه المسمات دي لو سمحت؟ يعني مثلا الحضور للفصل وتاكد من الرقم لو سمحت رقم 1، 2، 3 ايوه و4 دول كلهم بيخشوا في سلوك المدرس في الترتيبه. سلوك المدرس ان هو او شخصيته ايه؟ سلوك المدرس. وبعدين رقم ورقم 6 معاهم برضه رقم 6 هتخش نفس ماشي. وبعدين رقم 5 ورقم 7 ورقم 8 ده اللي هي الميكانيزم بتاع المدرس بيعمل ايه هو 5 و7 امور خاصه بالميكانيكيه نعم بتاعت المدرس. كويسين كده مجموعه مجموعه ثانيه ان شاء الله في تعليقات عامه ماشي خلاص جزاكم الله خير. نخش بقى في التفاصيل اللي هي المفردات الهامه اللي انت قلت عليها ان هي هامه اللي هي رقم 1. انا ما اعرفش مش فاكر رقم 1 شنو ايه ولكن هنا انا معايا تحت عاوز اعمل لا تحت انا انا معايا دي ورقه ايوه هي دي ايوه ايوه شكرا. رقم 1 اللي هي رحله للمدرسه قبل الموعد دي مش فين عليها مش محتاجين شرح مش كده؟ اتفق خلاص ماشي. رقم 2 كن في فصل قبل حضور اول تنزيل بس كده ممكن تيجي المدرسه بس ما تروحش الفصل كده تقعد تدردش وتشرب شاي وحاجات من كده ويحكوا القصه امبارح وجوزي عمل كذا وابوي عمل كذا وابوي عمل كذا يضيعوا لي الوقت. وده اب جه اب من الاباء جه عاوز يعمل كونفرنس مع المدرسه ونفسها تعمل تكلم على ابنه وتنسى الايه اللي فوق هي بتعالج واحد وبتنسى العشر اللي فوق والعشر اللي فوق مجدروا بعض ويحصل مشاكل والبوليس يجي والاباء يتدخلوا يعني ممكن حاجات تحصل كتير يعني من ناحيه قانونيه المدرس مسؤول عن كل حاجه في الفصل. وصراحه لو حصل حاجه لا قدر الله لاي حد من الاولاد والله الاباء لن يرحموا حد لن يرحموا مدرس ولا مديره ولا اورجنايزيشن يعني كده على طول. طيب ما الحديث نيجي رقم 6 حافظ على سبورتك وفي ايضاح نظيفه ومنظمه وجميله. مهمه جدا الحكايه اللي بين المدرس يعني حاول تبذل جهدك يعني تخليها بقدر ما تستطيع يعني. رقم 9 استمع جيدا حينما تتكلمون عندما تتكلمون اطلب منهم يستمعون اليك حين تتكلم. دي برضه في منتهى الاهميه لان المناقشه يعني هتكلم حد هتكلمه ازاي؟ وانت تتكلم وتعطي هو لازم يكون في حاله استقبال تستقبل اذا ما استقبلش يبقى انت بتضيع كله على بعض حتى في البيت وفي بين الناس يعني مش هنعمل مش عاوزين نعمل زي مصر البرلمان بتاع مصر كله بيتكلم مع بعض وكله بيتخانق مع بعض وكله بياكل مع بعض والدنيا هايصه يعني فدي هامه جدا الحاجات دي حاول بقدر الامكان. هي دي المشكله بتاعت عموم الناس يعني ان احنا ما عندناش القدره نسمع عايز كل واحد عايز يتكلم ما عايز يسمع دي مشكله عموما مش بس في المدرسه يعني دي